شايفين وصلنا على الحدود رايحين على سوريا. حبايبي ان شاء الله تكونوا بألف خير. كيفكن يا احلى عيلة؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي وعنا خاله انه بدنا نروح على سوريا. بدنا نروح زيارة على سوريا كم يوم، ما رح نطول، يعني ما رح ناخد اغراض كتير، يعني شنطة مدرسة رح نحط فيها كم غيارين ثلاثة هيك. إلنا بس قبل ما نبدأ هالفيديو لا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب وتضغط على جرس التنبيه حتى يسلكم كل شيء جديد. بنحبكم ويلا نبدأ الفيديو. ليانا، شو شعورك اليوم رايحة على سوريا؟ أنا مبسوطة كتير إنه بدي روح شوف سوريا، مبسوطة كتير، شعور لا يوصف يعني. وبعد غياب يعني شهور وسنين اخر شيء رايحين على سوريا، هي قديش مبسوطه. يلا ضبوا اغراضكم، بس لا تاخذوا اغراض كثير، بس غيارين لان ما راح نطول. ايه ما راح نطول. ضبوا شنطات مدرسه لانه ما راح نطول. يعني كم غرض؟ بس شيء غيارين بس. بدي اخذ التلفزيون الابيض مشان أنا كمان المشاطة لا تنسوه. شو المشاطة؟ ما بدنا نمشط شعرنا لكن بنروح لهنيك بالمشطة. في مشاطات يعني، ما في مشاطات هنيك؟ إنه مشاطتها هاي مشاطة المفضلة. بدي أخذ دبي كمان. ما دخلني. ما دخلني. رايك يعني تحمل غرفة كلها. يا ريت. احنا رايحين، احنا رجعنا ما رح نطول. والله انا جاهزة. اسمعي. ياخذ النظارات. شفت اخذت كل البيت، اخذت كم غرض، ما رح نطول. ما قالوا ما رح نطول يومين ونرجع. ما بيأثر. انا بدي الشغلات غاليين علي. حزري شو بتيجي؟ عدت الدبابيس. يعني ما في دبابيس بسوريا. لك خذي اياه. يلا رح اخذ. بدي اخذ هاي كمان. اللي تقولي رايحة على البحر. بلكي ما بتعرفي، بلكي رحنا زيارة على البحر. انا خلصت. واخيرا. شو اخيرا؟ مالك ما بدنا غلط، انا عبي الشنطة. حط الشنطة. لك ليانا قالت ما عندنا رايحين يومين، يعني غيارين بكفون. لا خلص بكفي هيك، هلا بدنا نستنى السيارة لحتى تجي مشان نمشي. بتحمل البيت كله وتاخذه. عم اقول لك خالو يومين بس، ما هيك يا خالو؟ ايه يومين بس. يلا هلا رح نستنى السيارة لحتى تجي. يلا. الله يعرف متى تجي السيارة، خلص ضبيت الغيار بتحمست. يلا خمس دقايق تكون جاهزة، بس تعويدات شوي. يلا. حبايب قلبي هلا احنا رايحين، بعد ما اجت السياره رايحين على سوريا. انا متحمسه كثير. وانا كمان متحمسه كثير. هلا حبايبي وصلنا على الحدود ورايحين على سوريا. هلا لوين جايبنا؟ ما بدك تروح على سوريا؟ ايه بدي اروح، بس هل جايبنا من طريق الجبل؟ يعني بدنا نطلع على الجبل. جباري. كيف بدنا نطلع على الجبل؟ يلا بس نطلع على الجبل، يعني ورا الجبل قال انه في سوريا. ايه واذا في سوريا؟ صارت سوريا ورا الجبل دغري، ما بدك تروح عليها؟ لك ايه بدي اروح عليها، بس انه ليش بدنا نطلع على الجبل؟ ما بدنا نروح من الطريق. جباري من الجبل، بدنا نروح من الجبل. أنا ما بدي اروح. لا بدك تعي خيمة. لك الجبل يلا اجينا وتعذبنا، خلينا نطلع. مالك مشتاقة لسوريا؟ مشتاقة بس ما بدي اطلع. مي بعيدة ليكي مي بعيدة. لا خلص انا خلص تعي خلصيني هلا. يلا مي بعيدة بسرعة بنوصل. يلا امشوا يلا. الجبل
لوين رايحين احنا؟ على سوريا. خلصينا. بس والله تعبنا كثير. شو هالمشي لسه هذا كله بدنا نمشي. تمام بدك تطلع على سوريا. اعطيني المي سوريا. وانا تعبت. راح نوصل ما بقى. راح نوصل. مزبوط كلامك. يلا خلينا نمشي. انا خلص ما عندي بدي ارجع على البيت. لا ما قومي يلا خلص. ليكو قديش مشينا بالطريق؟ مستريح شوي تعبت انا كثير. يعني جبل شو بدك اياه؟ جبل كمان بدك تروحي على سوريا؟ تعمي ما عاد بدي اروح على سوريا. والله بعد هاي الطلعه طلعناها الا بدنا نروح على سوريا. ما عاد ارجع انا خلص بدي اكمل على سوريا. يلا قومي ما بقى شو نوصل. استريح وهلا بقول لكم وين صارت. لك هلا بدي شبك ليش معصب؟ وتعبت خلصوني بدي روح ارتاح. شو يا وداد وين صارت سوريا؟ عم تسألني وداد؟ وداد شو دخل هوية بتعرف؟ وين صارت سوريا يا وداد؟ لك هلا شو جبتينا لهون؟ أنا وداد هي اللي بتعرف الطريق أنا ما بعرفه. أنا شفته ما بعرفه. شافته على اليوتيوب. أنا قلت شو عم تحضر على الجبل؟ انت من كل عقلك يعني اللي بده يروح على سوريا بده يطلع على الجبل؟ لكن شو؟ وداد بدنا نعمل مقلب ليانا. بدنا نقول له انه بدنا ناخذها على سوريا. بدنا نروح زياره على سوريا. جاهزه تعملي معي هذا المقلب؟ جاهزة. بس اللي بدي اياه منك انه هلا بس نصوركم وانتم عم تضبوا اغراض على اساس رايحين نعمل فلوج عادي رايحين على سوريا نظامي. ما بدي تبيني لانه مقلب بشي. لا. ماشي؟ ماشي. يلا هلا انزلي قولي له بدنا نروح انا رح اكون معك ونقول له انه بدنا نروح على سوريا. نشوف شو ردت فعلها بس ناخدها على الجبل. ماشي. يلا. ما بعرف وداد قال عم تعمل مقلب فيكي. لك ليش هيك عاول؟ ليش هيك؟ هي عرفتنا مثلنا اربع ساعات عم نمشي. عملت رياضة. لك اضربي انت عملت رياضة. مين قالك بدي اعمل رياضة؟ مين قالك بدي اروح سيران؟ انت ما بتعرفي
ما رحتي على سوريا ولا مرة؟ ما بدي روح، ما بدي روح، خلاص هاي آخر مرة توبت. عجبل؟ وين بالجبل في سوريا؟ لكن ليش هيك عم تعمل فينا؟ أنا ما بعرف، هي قالت لي بدها تعمل مقلب بوداد بليانة. خلص أنا بدي أنزل. لوين؟ بدي أنزل ومنتعين الشنطة صار لي من. ما بدك تروحي على سوريا؟ خلص ما بدي روح على. خليكم انتوا لهون. وين رايحه لحالك؟ روح لحالي. بتضيعي تعي. تعي هاي سوريا، هاي هي لك وينها؟ لا ما حصل. لك وين؟ خلص. تعي. لك تعي. تعي. ناديلا ناديلا المجنونه. تعي ليانا. لا تخاف خاله، ما بتستد تمشي من هون لهون، هلا ابتعد ورا شي صخره. قومي جيبيها، هاي مجنونه لا تروح تضيع. ما بتروح. هلا تروح تمشي لعند الصخرة هديك أو بعدها، يعني ما بتسترجي تنزل تحت، صارنا 4 ساعات طالعين بدها تنزل لحالها، ما بتسترجي. ليانا وين صارت؟ مي رضيانة توقف، هلا تزعلان. حبايب قلبي ليكو ليانا وين صارت؟ ما أنا عم ترضى توقف، هلا أنا بس انهي الفيديو روح راضيها، ولهون كنت انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وإن شاء الله يكون عجبكم المقلب نار عملته بليانا. ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي. خلينا نروح نشوف ليانا وين صارت.